السلام عليكم. يوجد حاليا عدة أشغال لتوسعة موانئ في الجزائر، منها موانئ تجارية وكذلك موانئ للغاز والبترول، ومنهم توسعة ميناء سكيكدا، توسعة تاع ميناء أرزيو اللي انطلقت مؤخرا، توسعة تاع ميناء بجاية تجاري، وكذلك توسعة تاع ميناء وهران اللي انتهت مؤخرا، يعني الأشغال بها، وعدة توسيعات. اليوم سوف نتطرق إلى زيارة نتاع المدير سماطراك إلى ميناء سكيكدا، وسوف نقف على الأشغال نتاع التوسعة نتاع ميناء سكيكدا. إذن فلنتابع معا، والسلام عليكم. أجرى الرئيس المدير العام لمجمع سناطراك السيد توفيق حكار يوم 16 مارس 2023 زيارة عمل وتفقد إلى المنطقة الصناعية لسكيكدا، مرفوقا بوفد من الإطارات المسيرة قصد الوقوف على سير وحدات الإنتاج بالمنطقة الصناعية ومعاينة مدى تقدم أشغال مشروع توسعة الميناء البترولي الجديد. برنامج الزيارة استهله الرئيس المدير العام بالاستماع إلى عرض تقني بموقع مشروع توسعة الميناء البترولي الجديد الذي بلغت نسبة الإنجاز به 90%، وهو من المشاريع الاستراتيجية التي تعول عليها سناطراك من أجل رفع صادراتها من المحروقات إلى الخارج. المشروع له أبعاد اقتصادية مهمة للجزائر، إذ سيسمح برفع قدرات الشحن والتفريغ للمحروقات، وكذا تدعيم قدرات تسويق الغاز الطبيعي المسال نحو الخارج. حركة السفن الكبيرة الحجم المخصصة للتصدير ستعرف بدورها انتعاشا كبيرا بالنظر لقدرات الشحن التي سيوفرها الميناء الجديد لسفن نقل الغاز بقدرة 220 ألف متر مكعب، وناقلات النفط التي تتراوح سعتها من 50 ألف إلى 250 ألف طن. يعتبر مشروع توسعة الميناء البترولي الجديد من المشاريع المحورية التي ستلعب دورا إيجابيا في تطوير الملامح الاقتصادية لسناطراك على المستوى الدولي، باعتبار ميناء سكيكدا البوابة الشرقية لتصدير المحروقات. وخلال هذه الزيارة توجه الرئيس المدير العام والوفد المرافق له إلى مركب تكرير النفط لسكيكدا، حيث تفقد منطقة معالجة النفايات النفطية واستمع إلى شروحات حول الكيفيات التطبيقية لمعالجة هذه النفايات. الفرصة قادته أيضا لمعاينة خزانة مادة الفيول بمركب تكرير النفط لسكيكدا التي خضعت إلى عمليات إعادة التهيئة من أجل موائمتها لشروط قواعد السلامة. كما شكلت الزيارة فرصة أيضا للرئيس المدير العام للوقوف على مشروع الكيل بنزين الخطي، أين قدم الفريق المكلف بإنجاز هذا المشروع شروحات حول نسبة تقدم المشروع في مرحلته المتعلقة بانتقاء شركة الإنجاز، حيث نوه الرئيس المدير العام بأهمية هذا المشروع الذي يأتي ضمن مخطط تطوير نشاط البتروكيماويات بسناطراك. وبهذا الخصوص أسدى السيد توفيق حكار توجيهات من أجل احترام الآجال المسطرة لإنجاز هذا المشروع وفقا للمعايير والمواصفات الدولية المعترف بها.